أيها الشعب التونسي، أكلمكم اليوم أكلمكم الكل في تونس وخارج تونس، أكلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. أكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير عميق وشامل. وأنا فهمتكم، أنا فهمتكم، فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات، فهمتكم وفهمت الكل. لكن الأحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش بتاعها. التخريب مش من عادات التونسي المتحضر، التونسي المتسامح. العنف مش بتاعنا ولا هو من سلوكنا، ولابد أن يتوقف التيار، يتوقف بتكاتف الجهود الجميع، أحزاب سياسية، منظمات وطنية، مجتمع مدني، مثقفين ومواطنين، يد في اليد من أجل بلادنا، يد في اليد من أجل أمان كل أولادنا. سيكون التغيير اللي أعلن عليه اليوم استجابة لمطالبكم اللي تفاعلت معها وتألمت لما حدث شديد الألم. حزني وألمي كبيران، لأني مضيت أكثر من 50 سنة من عمري في خدمة تونس في مختلف المواقع، من الجيش الوطني إلى المسؤوليات المختلفة، و23 سنة على رأس الدولة. وكل يوم من حياتي عنفاً، كفاء عنفاً، وأعطيت تعليمات كذلك وزير الداخلية وكررت. اليوم نأكد هزي من اللجوء للكرتوش الحي. الكرتوش مش مقبول، ما عندوش مبرر إلا لقدر الله حد يحاول يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس. وأطلب من لجنة مستقلة، أكرر، اللجنة المستقلة التي ستحقق في الأحداث والتجاوزات والوفيات المأسوف عليها تحديد مسؤوليات كل الأطراف بدون استثناء بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية. استنى يساندنا ولا ما يساندناش باش يدعم الجهود التهدئة والتخلي عن العنف والتخريب والإفساد. والإصلاح لازم الهدوء، والأحداث اللي شفناها كانت في منطلقها احتجاج على أوضاع اجتماعية كنا عملنا جهود كبيرة لمعالجتها، ولكن ما زال أمامنا مجهود كبير لتدارك النقاط. ولازم نعطي أنفسنا جميعا الفرصة والوقت باش جسد كل الإجراءات الهامة التي اتخذناها. وزيادة على هذا كلفت الحكومة، اتصلت بالسيد وزير الأول وشكوهم بتخفيض في أسعار المواد والمرافق الأساسية، السكر، الحليب، الخبز إلى غيره. أما الطلب السياسية قررت الحرية الكاملة بكل وسائل، وعدم غلق مواقع الانترنت، ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها، مع الحرص على احتراف أخلاقياته عليها من يومين. ننظر في ظواهر الفساد والرشوة وقتال المسؤولين باش تكون هذه اللجنة مستقلة. نعم، باش تكون مستقلة، نحرص على نزاهتها وإنصافها. والمجال مفتوح من اليوم في ذلك التظاهر السلمي، التظاهر السلمي المؤطر والمنظم، التظاهر الحضاري. فلا بأس حزب أو منظمة يريد تنظيم تظاهرة سلمية، تفضل، لكن أعلم بها. أحب أكد أن العديد من الأمور لم تجري كما حبيت، كل صراحة كما حبيتها، خصوصا في المجالي الديمقراطية والحرية. غلطوني أحيانا، أنا منشمش بالجزرة على الكتاب الجبران طول مني، غلطوني أحيانا بحسب الحقائق وسيحاسبون. نعم سيحاسبون، ولذا جددوا لكم وبكل وضوح راني باش نعمل على دعم الديمقراطية، على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية. نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية. سأعمل على صلب الدستور البلاد واحترامه.
أحب نكرر هنا وخلافا لما ادعاه البعض أني تعهدت يوم 7 من نوفمبر بأن لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة. لذلك فإني أجدد شكري لكل من ناشد من الترشح في سنة 2014 إني أرجو المساس بشرط السن للترشح. أننا نريد بلوغ سنة 2014 في إطار وفاق مدني فعلي وجو من الحوار الوطني ومشاركة الأطراف الوطنية في المسؤوليات. تونس بلادنا الكل، بلاد كل التوانسة، تونس يحبوها، كل شعبها يحبها ويلزم شنوها، بل تبقى إرادة شعبها بين أيديها وبين الأيادي الأمينة التي سيختارها في تواصل المسيرة، المسيرة التي انطلقت منذ الاستقلال والتي وصلناها منذ سنة 1947. ولهذا سنكون لجنة وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة لها مصداقية لدى كل الأطراف السياسية والاجتماعية للنظر في مراجعة المجلة الخبية ومجلة الصحافة وقلوب الجمعيات إلى غيره. وتقترح اللجنة التصورات المرحلية اللازمة حتى انتخابات سنة 2014، بما في ذلك إمكانية فصل الانتخابات التشريعية عن الانتخابات الرئاسية. تونس لنا جميعا فلنحافظ عليها جميعا، ومستقبلها بين أيدينا فلنؤمنها جميعا، وكل واحد منا مسؤول من موقعه إعادة أمنها واستقرارها وترميم جراحها والدخول بها في مرحلة جديدة تؤهلها أكثر لمستقبل أفضل. عاشت تونس، عاش شعبها، عاشت الجمهورية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
عملت تضرب فيا يا ولد. ابو الخناب وردي فيا.